الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء تنشكر جريده انفاس على هذا الاهتمام اللي كتعطي القطاع السياحي عامه، والقطاع اللي كان نمثلو اللي هو الارشاد السياحي. نقدم لكم راسي حسن المحروق، النائب الاول لرئيس الجمعيه الجهويه للمرشدين السياحيين مراكش اسفي. الا سمحتوا لي قبل ما نجاوب على السؤال ديالكم اللي هو ظروف المعيشيه ديال المرشد خلال هذه الازمه وهذه الشهور اللي تنعيشوا تحت هذا الوباء هذا. قبل ما نهضر لكم على هذه النقطه هذه سمحوا لي نوجه واحد جوج ولا ثلاثه نداءات. الاول لوزاره السياحه، وزاره السياحه والوزيره ديال السياحه الله يجازيك بخير، بينكم تعجلوا بهذوك المراجعه ديال النصوص التنظيميه المجحفه اللي في حق المرشد. هذا نداء باش ان شاء الله ملي يرفع الله هذا الوباء هذا تعطيه واحد الانطلاقه جديده للمرشد، ونقصوا شويه ديال هاد الضغوطات النفسيه اللي تيعيشها المرشد اضافه الى الضغوطات الاقتصاديه. دونك هذا النداء الاول وزاره السياحه. النداء الثاني لعده وزارات، منهم وزاره الماليه، منهم وزاره ديال الشغل، منهم الاداره العامه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنهم الفيدراليه الوطنيه للسياحه، ومنهم الناس كلهم اللي وقعوا على هذاك الكونترا كادر اللي كيسجل المرشد، اللي كيسمح للمرشد يتسجل في النظام ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستافد من هذاك الدعم اللي سيدنا الله ينصرو خرج وعطى لجميع المغاربه اللي محتاجين، وهذا الدعم اللي محتاجينه بزاف ديال المرشدين اللي كيعيشوا فعلا في واحد الحاله يرثى لها. دونك هادو النداءات اللي بغيت ندوز. ثانيا قبل ما نهضر على المشاكل اللي كيعيشها المرشد، شكون هو بعد المرشد في الاقتصاد الوطني، وشكون هي مراكش في السياحه العالميه، وشكون هي السياحه في الاقتصاد الوطني. مرشد نجاح مثلا ديال واحد الرحله، جميع المتدخلين الاخرين، يعني وكيل الاصفار، يعني الفندقي، يعني المطعمي، يعني النقل والشركه ديال النقل، هادو كلهم كيمثلوا 30% في النجاح ديال واحد الجوله السياحيه. المرشد بوحدو كيمثل 70% في النجاح ديال هاد الجوله السياحيه. هاد الدور ديال المرشد في القطاع السياحي. السياحه في مراكش بارقام، ما غاديش نكثر بزاف، غاديش نطول عليكم لانه واخا عزيزين عليا الارقام. مراكش هي المدينه الاولى على المستوى الوطني، مراكش هي المدينه رقم 2 على المستوى الافريقي، مراكش هي المدينه رقم 15 على مستوى البحر الابيض المتوسط، وهي رقم 61 على المستوى العالمي. هذه مراكش في السياحه العالميه. والسياحه في الاقتصاد الوطني، السياحه في الاقتصاد الوطني كتمثل تقريبا واحد 11%، ما بين 10 و 11% في الناتج الداخلي الخام. السياحه هي تقريبا واحد 550 الف منصب شغل مباشر، بلا ما نهضروا على الالاف ديال مناصب الشغل الغير المباشره. دونك عطيتكم هاد النقيطات هادو باش تعرفوا بعدا، باش نحطوا المرشد ونحطوا السياحه في المكانه ديالها في الاقتصاد الوطني. مرشد بحال عدة قطاعات، والمرشد هو المرشد السياحي هو الأول المتضررين من الأزمة ديال كوفيد 19. علاش؟ لأنه الحياة اليومية، أن القوت اليومي ديالو تيبقى معلق بالسياحة. حنا كنا حاولنا وكان كل شيء كان تيهضر واحد القطاع على التشجيع ديال السياحه الداخليه، مرحبا للسياحه الداخليه، وبغينا نخدموا مع السياحه الداخليه، ما كاين حتى مشكل. فينا هي السياحه الداخليه؟ ما كايناش. فينا هي السياحه الخارجيه؟ ما كايناش. ما حد المطارات مازال ما تحلوا، ما حد شحال من حاجه مازال ما سميتو ما التهيئات باش يبدا السياحه الدوليه. دونك راه المرشد تيعيش في واحد الحاله يرتاح لها. هذا ما كيعنيش بانه حنا جامعين يدينا وقاعدين كنتسناو، لا، خدامين وخدامين سورتو خاصه مع المجلس الجهوي للسياحه اللي حنا واحد من الممثلين وواحد من الناس اللي الجمعيه ديالنا، الجمعيه الجهويه للمرشدين، مكون من مكونات ديال المجلس الجهوي للسياحه، خدامين على برامج، خدامين على افكار، خدامين على مشاريع ان شاء الله ما بعد كوفيد 19. وفي هذا الاطار ديال غادي نفكركم بواحد الفلسفه وبلا فيزيون، بالرؤيه ديال سي ار تي. هاد الرؤيه هذه اللي سماتها لا فيزيون دي 3 ار، ثلاثه ديال لي ار 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 ار، سيتادير redémarrer et après relancer et après réinventer. دونك redémarrer، بعدا نديرو امارش الموطور ديال السياحه، بعدا ننطلقوا. وفي هذه الانطلاقه هذه غادي تكون واحد لا 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 رولونس، واحد لا رولونس اللي معلقه بالبروتوكول سانيتير، اللي معلقه بالمسائل كلها اللي كيطلب العالم باش السياحه دونك الدوليه والسياحه على المستوى العالمي تنطلق. او ميم طون ريانفونتي، سيتادير باش نخرجوا من هذاك الاطار الكلاسيكي اللي كنا كنعرفوه لا في المدارات السياحيه لا في الجولات السياحيه. مثلا نعطيكم مثال، حتى حد ما كان تيهضر على منطقه الرحامنه في السياحه، حتى حد ما كان تيهضر على منطقه اليوسفيه، حتى حد ما كان تيهضر مثلا على منطقه ديال الشيشاوه، حتى حد ما كان تيهضر. ملي كنهضروا على الجبل كنهضروا اوتوماتيكمون على اوريكا، ملي كنهضروا على البحر كنهضروا اوتوماتيكمون على الصويره، دابا كنهضروا على اسفي، كنهضروا على الصويره، تنهضروا على اليوسفيه، تنهضروا على سيتي فاطمه، تنهضروا على امزميز، تنهضروا على ربعه تيردوين. هذه هي الفلسفه الجديده، وهذا هو الاطار الجديد اللي خدامين فيه ان شاء الله مع اللي خدامين فيه مع المجلس الجهوي للسياحه ما وراء ان شاء الله هذه الازمه هذه اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يرفع لنا هذا الوباء هذا. يعني الا رجعنا للظروف ديال اللي عاشها مرشد كبزاف ديال 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 الاخوان ديالنا على المستوى الوطني، المرشد الى السفر، المرشد عانى، المرشد كاينين الناس، كاين الاخوان والاخوات اللي عاشوا في اللي عايشين في ازمه واللي عايشين في ظروف كما قلت كنعاودها، ظروف اجتماعيه يرتلى لمعرفه القطاع السياحي في المغرب بصفة عامة وفي مراكش بصفة خاصة في نوصل لحد الآن. اللي نقدر نوضح ونقول بأنه أنا بصفتي مسؤول لمدير ديال وحدة فندقية هنا في مراكش، فندق أبدال مدينة مراكش. تقريبا من شهر 2 ولا هو يعني من فبراير 2020 عرف القطاع السياحي في مدينة مراكش وعد غنسميوهاش نقول تقريبا نكسه، النكسه لانه القطاع بالنسبه اللي حصل في السنه اللي فاتت هي 2019 2020 كانت البدايه اللي هي مثلا جونفي ومام حتى لو ديبي فيفري كان غادي مزيان، واذا به ملي جات هذه الجائحه القطاع بصفه عامه يعرف كنقول بهذه الكلمه نكسه، يعني نكسه فيما يخص. علاش؟ لانه مدينه مراكش بصفه خاصه مدينه اللي كتعرفوا الاقتصاد ديالها هو اقتصاد سياحي 100%. ما كاينش فيه يعني قطاعات اخرى اللي يمكن تواكب القطاع السياحي. لهذا ما نقولش لك بانه تقريبا 75% ولا هي 80% اللي يعني تاثرت بصفه مباشره او غير مباشره فيما يخص هذا القطاع هنا في مدينه مراكش. كاين مجهودات كتقام على اونيفو ديال لا كونفيدراسيون ناسيونال دو توريزم ديال الجهه لاياش، على راسهم السي زلمات ولا السي محمد ايت التيجاني، على هذه المجهودات اللي تيديروا. وعلى الوالي تا هو الله يجازيه بخير، لانه كما كان الحال اجتماعات دارها وكيحاول ما امكن باش يحاول ما امكن كنقولوا يواكب وتعرف بانه هذا الشيء اللي حاصل في المدينه اشنو خصو يدار. ولكن مع ذلك كلها كنقولوا بانه القطاع السياحي بانه بامتياز غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون يمكن بدايه احسن في 2021، لأن لحد الآن الرؤية مازال ما واضحاش، مادام هذا الوباء كاين معنا، إذا ربما فيه هناك خطط اللي هي غادي خصنا نتعايشوا مع هذا الوباء. وفي القريب العاجل كاين أفكار مطروحة باش مثلا ربما غادي تحل المدينة كلها بصفة عامة تدريجيا، ونطلبوا من الله باش الله تبارك وتعالى يحيز لنا هذا الوباء، ونبداو بواحد صيغه جديده. لانه كتعرفوا الاقتصاد ديال المغرب راه من الحوايج ولا من الاساس اللي هي واقف على الاقتصاد المغرب هي السياحه، وهذه السياحه احنا كدرنا العمله صعبه على الدوله، وسيدنا الله ينصرو عاطي اهتمام كبير لهذا القطاع، لانه لدرجه انه حتى هذا التخفيف اللي دار ديال مثلا رفع الاجراء ديال هذيك 2000 درهم العمال ديال الفنادق كلها والقطاع بصفه عامه، باش على الاقل ما ياثرش بصفه عامه على هذه المقاولات السياحيه. تنطلبوا من اللجنه اليقاده، وكنطلبوا من المسؤولين يعاودوا يزيدوا يدعموا هذا القطاع، لانه كما كان الحال هو قطاع مهم، واللي صعيب فيه هو الاستئناف العمل هو اللي صعيب، لانه غتكون هاد من بعد الجائحه غادي خاص تقريبا واحد الوقت اللي هو تقريبا ما نقولش طويل جدا، ولكن خاص دعم مادي ومعنوي باش على الاقل هاد المقاولات تعاود تستأنف العمل ديالها، وتعاود ما امكن كيقولوا بوضع القطار على السكه. هذا هو المضمون، وتنطلبوا من الله تبارك وتعالى يحيدنا هذا الوباء بوجود لقاح لهذا الفيروس. ولكن احنا لحد الان الامل في الله كبير، والمجهودات اللي كدير السلطات يعني كما كان الحاله تعرفوا هما بانه القطاع راه ضر 100%. احنا اللي تنطلبوا هو على الاقل في هذه الفتره راه لحد الان هذاك الدعم خصو يكون اكثر، لانه حتى الابناك راه مازال ما ساهمتش بداك الشكل الكافي هاد المقاولات اللي هما كيعيشوا هاد الازمه. من نعطيك مثال مثلا هو انه تيقول لك غادي يكون واحد كريدي اكسجين، غادي يكون واحد كريدي غولونس، واذا به جمعنا هاد المعطيات كلها وجينا في الاخر وتلقاو بانه الاراء كلها اللي كيقولوا هاد الابناك كنلقاوها مثلا حبر على ورق. علاش؟ لانه لا الكريدي اكسجين ولا الكريدي غولونس لحد الان باقي تقريبا اغلبيه المقاولات على حسب ما تنسمع مازال ما دارتش معهم الابناك اي شيء. اذا مره اخرى القطاع السياحي كنعاود ناكدها في مدينه مراكش، يعني اقتصاد اللي يعني عرف انتكاسه، تنعاود اكدها يعني انتكاسه لدرجه انه المدينه كلها لحد الان باقه، لانه مدينه مراكش مثلا بقات في لا زون 2، يعني حتى السياحه الداخليه ما سادتش فيها ما يزيد عن 8 اشهر. اذا 8 اشهر مدينه تقريبا اون سيركلي مسدود عليها من جميع الابواب، لا طيران ولا سياحه داخليه. وكيف كتعرفوا كيعرف الجميع بانه مدينه مراكش هي مدينه سياحيه بامتياز. اذا هذا القطاع السياحي ومعاه القطاع ديال الصناعه التقليديه راهم بجوجهم كلهم يعني كاين واحد الضرر كبير لهم، وتنطلبوا من الله تكون واحد الالتفاته اللي هي مثلا دعم مادي، لانه الدعم المادي تنهضر عليه هو مثلا الابناك هي تخرج وتباشر هذه المؤسسات واشنا هما الحاجيات ديالهم. وسيدنا راه هضر وعطى بانه التعليمات ديالو باش هاد لا الابناك ولا لا سوجيهم ولا كلهم يمشيو في هذا الاتجاه ديال يدعموا هذه المقاولات. ولكن ملي كنجيو الواقع راه ربما فيه حوايج اخرى، لانه كاين شي امور ما واضحاش فيها، لدرجه انه هو تقريبا باقى شهرين. تنطلبوا من الله على الاقل تكون واحد لا غولونس اللي هي ربما غادي يكونوا فيها احتمال فتح الحدود، يمكن ربما حتى الاجواء الطيران غادي تكون مفتوحه، ولكن باش هاد المؤسسه تعاود تستأنف العمل ديالها ولا تعاود ديماري من جديد راه تيخصها على الاقل راهنا 8 شهور وهي مسدوده. هذه المؤسسات. اذا باش تعاود تحل والديماري راه تيبان لي على الاقل الا ما كانش دعم راه ما لانه زائد الضرائب زائد هذا الشيء، رغم انه كله هو هذاك الشيء تيتاجل الاداء ديالو ما كاين مشكل، ولكن لحد الان غير المؤسسه اللي بغات تعاود تستأنف العمل ديالها تيخصها واحد الدعم. بالنسبه للسياحه في المستقبل القريب ولا البعيد، دابا هاد الجائحه بينات لنا بانه ربما خاصنا تكون عندنا رؤى واضحه، بالنسبه لطريقه التعامل لا مع ليتيو اللي هما في الخارج ولا مع حتى السياحه الداخليه، لانه حتى السياحه الداخليه راه مورد رئيسي لانه ربما راه الاحصائيات ديال مندوبيه وزاره السياحه راه غيكون عندها معطيات بانه السياحه الداخليه حتى هي تعتبر عمود اساسي بالنسبه للسياحه. اذا حتى هاد الناس لانه هما مغاربه وعندهم الاولويه والاسبقيه باش يستافدوا من هاد المؤسسات السياحيه. اذا خاص تكون تسهيلات، خاص تكون هاد الناس تقريبا، لانه السائح المغربي راه تبارك الله ربما عوض يسافر لدول اخرى باش يقضي العطله ديالو. حنا المغرب الحبيب ديالنا فيه تقريبا جميع المواصفات اللي كاينه في دول اخرى، يعني كاينه الصحراء، عندنا الصحراء ديالنا تبارك الله، عندنا الجبال، عندنا الشواطئ، عندنا. اذا حنا المغرب بلد متكامل. اي سائح مغربي بغى يتجه لشيء، لانه حتى المغرب ديالنا كاين فيه ما يتشاف تبارك الله الحمد لله. اذا اش تيخاص؟ خاصنا جميع نخدموا ونديروا اليد في اليد ونشجعوا هذه السياحه الداخليه، لانه هي راها في اليد شقين مزيانه للسائح المغربي لانه كيستافد من بلاده وكيشوف المعطيات اللي كاينه، ومزيانه للقطاع السياحي لانه غادي يكون فيه انتعاش. هادو عاد السياحه الخارجيه خلاص، لانه هذيك عمله صعبه كتدخل لنا. حتى هذوك الناس كاين اصدقاء اللي هما ديالنا في دول اوروبا ولا في العالم كله تقريبا، يعني هما تيحلموا باش يخدموا معنا حنا في المغرب. علاش؟ لانه الحمد لله المغرب بفضل التوجيهات والتوجيهات الملكيه الساميه وسيدنا الله ينصرو، هاد التوجيهات اللي عطى لهذا القطاع خلى المغرب ولا عنده واحد الاشعاع عالمي، لا من ناحيه السياحه ولا من ناحيه يعني المغرب قفز الحمد لله بفضل التوجيهات الملكيه الواحد القفزه نوعيه كبيره جدا، لدرجه انه دول اوروبيه ولا تتباهى بالمغرب، وهذا شرف لنا والله ينصر سيدنا. وتنتمنى حد موافق للجميع، وتنشكركم على هذه الزياره اللي قمتوا بها وعلى هذه الالتفاته اللي قامت بها هذه الجريده، لانه فعلا هذه جريده كتفكر جديا في هذا القطاع، لانه هذه من الافكار اللي هي ربما بها وغتفيد شحال من حاجه. وهذه بادره حسنه، تنشكر الطاقم التقني على هذه المبادره وعلى جريده أنفاس بريس، تنشكرهم مره اخرى على هذه الزياره، والله الموفق ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم.